ضفاف ثقافية. نترصد الكاتب والكتابة والكتاب، نفتح السيرة بصدق معرفي، نقف على الراهن الثقافي والفكري بكل موضوعية. ضفاف ثقافية، إعداد تقديم الأخضر بختي. كوب الشراب المرصع بالأزورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها. أن تكتب هي أن تلملم معناك حكمة، هي أن تأثر ما تبقى من ظل أو حنين أو وردة عاشقة. أن تكتب هي أن ترمم بالسمق الكحلي غربة السؤال في وجع الذاكرة. أن تكتب هي أن تهاجر بالرؤى على ما تبقى من جرح الوقت كريشة تائهة. أن تكتب هي أن تهندس لحنك من ماء أو ظل لقلب في أغنية هائمة. أن تكتب هي أن تمسد بلطف الحنين على جبهة ذكراك النائمة. أن تكتب هي أن ترافق حزنك لميعاد غيمة حبلى أو ضحكة أو سماء أو سوسنة. أهلا بكم وطيب الله ممساكم. ضيفتي عين في عبور الاستعارة وعطر الفرح على دمتال قرنفلة، ألف الإماءة ودليل الزهر إلى سماء الأرجوان. ضيفتي شين لشمس تعد قهوتها لصباحها الأنيس، وشوشة الريح لزهر الرمان، تاء لرقصة التوت قمر لضحكة السرو، وغنج لمساء الغابات. ضيفتي اختصارا الفنانة والشاعرة عائشة بالجلالي. عائشة بالجلالي اسم أدبي يطوق العديد من الجبهات الثقافية والفنية، اسم يتنوع في الرؤية فيخلق الفارق الجميل عبر حضوره الفاعل. عائشة بالجلالي مبدعة مسكونة بأسئلة الذات والوجود، اسم يصنع استثناءه في الرؤية والخطاب. شاعرة تتدفق صدقا ونبلا وانتماء لكل ما هو جميل. عائشة بالجلالي هذه الحاضرة أبدا في تشكيل المشهد الثقافي الجزائري والعربي من خلال تنوعها الإبداعي شعرا ومسرحا وإخراجا سينمائيا. نالت العديد من الجوائز والتكريمات كجائزة علي معاش لرئيس الجمهورية لعام 2019 عن ديوانها شجن أسود، وجائزة عن فيلمها الوثائقي مسجد سيد الحلوي الأثر الخالد بولاية لمسان. عائشة بالجلالي مبدعة تعرفها المنابر والنوادي وخشبة المسرح، مبدعة موشحة بأسرار التجلي والعزة الأحمدية التي تفوح من حضرة سيدي بومدين الغيث من العزيزة تلمسان. سعيد بها ضيفة وصديقة ومبدعة.
الصديقة الشاعرة والفنانة والمبدعة عائشة بالجلالي، مساء الخير، مساء البهاء، مرحبا بك في رحاب ضفاف ثقافية. مرحبا بك أستاذ الكريم، سعيدة جدا التواجد معكم في إذاعة السيدة لنحيي كل طاقمها العامل هناك. شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة أستاذ الكريم. ونحن سنكون الأسعد أكيد. الشاعرة عائشة بالجلالي، يعني ونحن نقف على جسر هذه الحياة، لا شك أننا نحملق إلى الأعمق المغلف الآتي، هذا الآتي المتبقي من العمر، هذا الآتي المبهم، ولكننا لا ننسى دائما ونحن على شرفات هذه اللحظة أن ننظر بحب وبحسرة وبشوق وبرفض بعض الأحيان للماضي الذي رتبته الطفولة فينا، فكان جميلا بما يحمله. هل أستطيع القبض على جزء من هذه الطفولة التي عاشتها الشاعرة عائشة قبل الشاعرة؟ يعني أكيد عائشة بالجلالي عاشت طفولتها كأي أطفال الجزائر، عشت طفلة وكبرت. أكيد الشعر اكتشفت ذاتي فيها وأنا بعمر 13 سنة، وكانت أول كتابتي وانشودة كتبتها للأطفال المدرسة اللي هم أصدقائي، وغنيناها في حفل المدرسة. ومن ثم كانت الانطلاقة سعي الشعرية، يعني دائما أحاول أن أكتب وأكتب، وكانت لي مشاركات في المدرسة في الثانوية وبعدها في الجامعة. يعني عشت طفولتي عادي الحمد لله، بني أسرة، إخوتي كلهم الحمد لله درسوا وعندهم شهادات عليا ما شاء الله، أنا أكثرهم سنا. كان أو من المشجعين لي أكثر هو الوالد في المجال الفني، والحمد لله يعني قرينا وصلت درست في الجامعة، عندي شهاداتي، وبالإضافة إلى مواهبي الفنية اللي لا تفارقني، هي جزء مني، الشعر أو المسرح أو السينما، الكتابات السينمائية هي جزء مني. بحب دائما أني نقضي أوقات الفراغ الساعي في الكتابة الأدبية والفنية. وما هي الأشياء الجميلة أو بعض الأشياء الجميلة التي لازلت تحتفظ بها عائشة من الطفولة؟ يعني الذكريات، أكيد الذكريات اللي يعيشها الطفل دائما تبقى راسخة في ذهنه مع أحبابه مع أصحابه مع العائلة مع الأساتذة والمعلمين اللي كانوا يدرسوه. أكيد عايشة بالجلال، يعني احنا في البيت كانت الوالدة عملت نظام شوي مغير في مجال الدراسه، يعني كان شهدك على التلفزيون تفرجوا وتقعوا في الساعات إلا في العطل مثلا تفرجوا رسوم متحركة أو بعض الأفلام اللي تكون مجالها مهذب. يعني طفولة كانت دائما مبنية على الدراسة، لازم تقرأوا مش كده ترجعوا حاجة، والحمد لله ربما هذا كان عامل ودافع أنه نكبر ونبرز ويكون عندي عدة شهادات. يعني أنا لم أكتفي بالجامعة وفقط، كملت دراستي الأدبية تخصص أدب عربي. جميل. وبعدين رحت إلى دراسة المسرح، درست الليسانس الثاني وجبت لي الماستر بتاعه مسرح مغاربي، ورجعت هذه السنة إلى دراسة الماستر الثاني اللي متعلق بالأدب العربي، والحمد لله يعني نحب الدراسة ونحب أنه يكون عندي شهادات، يكون عندي مستوى، يعني حتى لو كنت ما بين أصدقاء، حتى لو كنت في ملتقى، يكون عندي هذا الرصيد المعرفي الكوي، ما يكونش إنسانة ضعيفة. والحمد لله أثبت وجودي بجدارة في مجالات عدة. عائشة، يعني وهكذا، يعني هكذا تمر يعني الطفولة، هذه المرحلة، هذه المرحلة المؤسسة لشخصية الإنسان وشخصية الشاعر ولشخصيتك كذلك، هذه الشخصية التي تعبأت بما يشبه الانطلاق إلى عوالم الحلم والدهشة والاكتشاف، وكأنها يا عائشة تريد أن تعانق ما يسكن أو يتوارى خلف شيء
شيء لا تراه إلا هي، فرأت الحياة الأخرى، الحياة التي لا يجب أن نقرأها إلا بعين السؤال وعين التساؤل. كيف تكتشف مواطن الجمال في الأشياء عائشة؟ وبمعنى آخر يا عائشة، لو قلنا يعني كيف نقرأ الحياة شعرا؟ يعني أنت تقصد الحياة الشعرية أم ماذا؟ الحياة كيف نقرأها جمالا وشعرا؟ كيف نرى الحياة من خلال الشعر؟ والله الشاعر دائما، أنت تعرف أن الشاعر لا يكتب شيء إلا إذا كان يحضر في نفسه شيء. أكيد. يعني مش تجي هيك وتقول للشاعر اكتب لي قصيدة، لا، القصيدة تأتي لوحدها، هي ما تفصل بنفسها على الشعر. سواء على حسب الحالة النفسية أو على حسب المزاج أو على حسب عدة عوامل يعيشها طبعاً. الشاعر في وقت كتابة القصيدة. أحياناً القصيدة تجيك أنت في الليل، أحياناً القصيدة تجيك أنت في الفجر، أحياناً تكون راقب تجيك الأبيات الشعرية، لا زمن لها، صح، من الناس اللي يحط كراس قدامي وقلم بلي فكرة حتى ولو في الليل نهار. أنا معروفة بكثرة السهر، يعني من الناس اللي نسهر كثير في سواء نكون نقرأ أو نكتب أو نفكر في شيء ما أني نقوم به، بالإضافة إلى أني ناشطة جمعوية، يعني دائما أحب أني نتحرك، دائما أحب المد الجديد. وعائشة كالشاعرة يعني القصيدة هي التي تفرض نفسها لأمر ما يثير أو دافع، هو اللي يخلي الإنسان يقرأ، هو اللي يخلي الإنسان يكتب ويبدع. الرسام يرسم، الشاعر يكتب قصيدة، يعني مجالات تختلف. والفنان باش يعمل لك شيء لازم له دافع ولازم له حافز، هو اللي يخليه يبدع في الأمر أو في التخصص اللي هو فيه. وعائشة ككل شاعرة أو شاعر نحب أني نكتب، نحب أني نبدأ الجديد في الشعر الساعي. الشاعرة والفنانة عائشة بالجلالي يعني على رصيف الحياة، دائما نلتقي فرحا هاربا، فنطوقه يعني كي لا يتسلل من بين لحظاتنا، ثم نكتبه ونعلبه للذكرى، لكن أن نصوره شجنا أسودا، هذا يطرح الكثير من التساؤلات والقراءات. شجن أسود، ديوان يفتك جائزة علي معاش لعام 2019 على ما أظن. كيف تقرأ الشاعرة عائشة بجلالي فرحها داخل هذا السواد؟ شجن أسود هو أول ديوان شعري لي كتبته واللي تحصلت به على جائزة علي معاش المرتبة الثالثة سنة 2019. هو مجموعة من المتناقضات في الحياة. شجن أسود جمع ما بين الحب، ما بين الموت، ما بين الحياة، يعني كوكتيل منوع فيه ألم، فيه حزن، فيه فرح، فيه تشبث بالحياة. وسميت الشجن أسود نسبة من الأشعار المتواجدة فيه اللي فيها مجموعة من المتناقضات، والمتناقضات كثيرة. أكيد دائما الشاعر يختار الشيء المثير اللي يخلي القارئ يكتشف وحده لماذا هذا العنوان أو لماذا هذا العمل بهذه الطريقة. الحمد لله، يعني كان أول موليد لي، الحمد لله فرحت أني فزت به في مسابقة، الحمد لله يعني أعجب ناس، وحتى أني قمت بقراءة ديوان في مصر، كان في جلسة أدبية هناك، والحمد لله حضروا ناس والقصدة، يعني إن شاء الله عقبال نكون في دواوين أخرى وفي أعمال فنية أخرى بإذن الله في القريب العاجل. يعني وهل عائشة السوداوية يعني خارج النص؟ لا، لست سوداوية، لا أكيد. لو كنت سوداوية لما كنت تطورت في مجال الأدب، تأكد أن الإنسان اللي عنده صوت في حياته أو يكون عنده انطواء، يكون عنده محدودية في الفكر، طبعا محدودية حتى في العلاقات. الانطوائي عمره ما يملك شيء، تأكد من هذا، لأن العامل النفسي عنده دور كبير. طبعا الإنسان متفتح على العالم، على المجتمع، يكون عنده تلاقح فكري كبير، لكن لما يكون منطوي
يكون منعزل على المجتمع الخارجي والداخلي، حتى يكون عنده صراع داخلي ما يخليش الانسان يبدا. هذا يتاكد منها. وهذا الشيء يعني تفضلي. ما نكتشفه من الكتابه، الكتابه مش بالضروره تكون على ذات الشعر. يعني انا اكتب باسمي ولكن مش بالضروره انه الحادثه المكتوبه في النص هي عليا انا. ربما شفتها وانا جالسه عند طبيب، شفت حاله من الحالات عليها وحسيتها، لانه حسيت هذيك الحاله وحسيت بهذيك الحاله وبهذاك الالم وبهذاك الوجع حسيت على القصيده. ربما في هي القرصنه، يعني القرصنه على اللحظه يعني. اكيد يعني هي موجوده في اللحظه. كما قلت في نفس الوقت لما تعيش الحدث وتحس به تكتب عليه، مش بالضروره اني عشته. الأستاذة عائشة العديد من الجوائز والتكريمات واللقاءات، ومساحة تتمدد على مسيرة حياتك الأدبية والفنية لتصنع حضورا يتأسس ليصنع عائشة الأديبة والشاعرة والفنانة. هل هذه الأشياء يا عائشة وضعتك فعلا على خارطة المبدعات الجزائريات؟ وهل هذه الأشياء قد تصنع الشاعر والفنان فعلا؟ شوف أستاذ الكريم، هذه الأشياء تزيد في إثباتك لوجودك. يعني لما تشارك في المسابقة أنا وتنجح، هذه تحس أنك تتمشى في الطريق السوي، يعني في المسار الصحيح. أكيد تزيدك تشجيع، مش هي اللي تصنع منك مبدع، لا لا، بل هي اللي تزيدك إصرار ومذي قدما إلى النجاح دائما. يعني المسابقات هي تحافز يدافع للإنسان أنه دائما يستمر في الإبداع، أنه يحب دائما يكافح، وأيضا يكون محتك بأشخاص آخرين أكبر منه قدرة وكفاءة. والحمد لله يعني نجحت في المسابقة نظمتها إذاعة تلمسان في المرتبة الأولى، وفزت فيها بعمرة جائزة علي معاشي وجائزة وزارة المجاهدين لهذه السنة، جائزة الألوكة السعودية. يعني الحمد لله مشاركتي أيضا في ملتقيات دولية أيضا جعل مني إنسانة تحب الإبداع، تحب الفن، ودائما تحب تطلع على أفكار آخرين. وهذا شيء جميل، ولاكتساب التجربة كذلك، ولخلق كذلك شبكة من العلاقات المفيدة طبعا. يعني أكيد العلاقات المفيدة كما قلت، العلاقات اللي والأشخاص اللي عندهم رصيد فكري يزيدوا لك إضافة في رصيدك، وبالتالي يكون فيه نماء فكري في ذات الشاعر أو في ذات الأديب أو المفكر، على عكس انك دائما تكون محيط او مختلط باشخاص عندهم احباط، عندهم دائما شكوى. هذو ناس بالنسبه لي مثبطين، يعني ما يخلوكش تتطور، دائما يرجعوك للوراء. وهذا اللي نلاحظوه مثلا لما تروح الى وسط العمل، الفنان يطروح الى وسط العمل، والعمل احنا دائما نعقد به بعض العمال الربيه اللي هم يكونوا دائما مرتبطين يعني بحياتهم اليوميه، وكلت ولادي طيبت، بس يعني ما عندهمش ثقافه كبيره، ما عندهمش هذاك الوعي، ما عندهمش اطلاع على ما يجول في الخارج، خارج اسوار العمل. والظاهره يعني مستفحله يا استاذ. ولكن الحمد لله يعني انا من الناس اللي في العمل نرجع عائشة البسيطة، ولكن بمجرد خروجي من العمل نرجع عائشة المثقفة، بالرغم أنه الحمد لله نقوم بنشاطات في المدرسة، ولكن دائما لما تشوف نفسك في نفس العجلة الدور تكره شوية. ولكن الإنسان دائما نقولها للأصدقاء ونقول لهم على الأقل انفت كتاب، على الأقل طالع، مش ما تفقدش الثقافة الفكرية اللي غنتوها فيك وأنت صغير. تفكير جميل عائشة. قبل أن نذهب لنبشم يعني عائشة بالجلالي فنانة تتعاطى السيناريو والإخراج والعمل المسرحي والسينمائي، دعيني يعني أستاذ عائشة، دعيني أتقرصن عليك يعني محبة والله،
ونستمتع بنص يكون أقرب إليك من القلب والروح إذا أمكن. أقول نجواك ريح طاب المقام على الخدود وأزهر، حين اجتمعنا نجمتين لنسكر. أمواجنا بحر جميع حروفه، غيم تنهد في الدماء ليمطر. أصبحت في نجواك ريح صبابة، والحب في القلب النقي تجذر. فإذا بأنسام الصباح سلفني، فتصير فلا في العيون وعنبرا. وإذا بالخارطة اللهيب تدور في أرضي، فلون الحرف يصبح أخضرا. أقسمت بالعينين تلهم خافتي، وبشمس هذا الكون تنتظر الورى. ما أنت إلا عن دليل تأملي، مضمر في هذا الشعور تعطرا. إني سأسكب من جنوني ثورة، فأطوف فيك محلقا ومعبرا. ما كنت قبل العشق أفهم طائرا، والقلب من دون المشاعر لا يرى. والقلب من دون المشاعر لا يرى. يا الله يا الله يا الله، نص جميل بحق وموحي وعميق. يا عائشة عائشة عائشة، وأنا أقرأ لك فأمر على عناوين مؤلمة، عناوين لقصائد تحاول أن تضمد جرح ما وألم ربما شكلته الحياة. والأعطي مثال، يعني أنشودة السجين، ليل الشوق غريق ولكن، دماء وزغاريد، غيم وشمس، أنثى من ضلع الأسى وغيرها. هذه العناوين يا عائشة، هل تستفز الألم؟ هل هي صورة عائشة بالجلال التي لا نعرف؟ والله شوف، أكيد الكاتب تكون عنده شق فيها في كتاباته. طبعا يعني القارئ الحذق هو اللي يستنبطها، وقد تكون ايضا موجهه للمجتمع، لفئه عانت وشافها الكاتب انها تعاني ويكتب عليها. ومش بالضروره كما قلت لك في الاول انه دائما نكتب على انفسنا، ويكون فيه جانب وشق من مشاعرنا في كتابات الطوامع. اكيد لم يتصرح بها إلا رمزا، وفي نفس الوقت تكون فيه حياة أشخاص آخرين يكتبوا عليهم، آلام أشخاص آخرين أيضا يكتبوا عليهم. وهذا شيء طبيعي في الإنسان، أنه في ناس تشتكي لله عز وجل، وفي ناس شكواها موجودة ومن فمها، وفي ناس شكواهم مباشرة. وهذه سنة الحياة أكيد، والإنسان ضعيف بطبعه. جميل، استسمح ضيفتي لأحوم على الغرفة التقنية وما اختاره الصديق الربيع في استراحته على الضفاف، ثم نعود لنواصل روعة هذا اللقاء مع الصديقة الشاعرة والفنانة عائشة بالجلال. يا اللي خليتي قلبي في الجفا، نار الحمرا كويتني باللي عات. ما شفقتي على حالي بلا عفا، عذبتيني زدتي لي تهوال. عذب قلبي في سيات ما خفى، على محبوب خاطري دام وحال. حيت عندك أنا مملوك بلا موال، خادمك طول حياتي في يد الزمان. يلي خليتي قلبي في الجفا، نار الحمرا كويتني باللي عاد. Thank you.
أنا مملوك بلا موال خادمك طول حياتي فيد الزمان هجرتيني وكويتيني بلا سبب ما شفتي حالي زدتي في الهوال الحواجب كنون معرقين فال والشفر الهندي سهمه للقتال يلي خليتي قلبي في الجفا نار الحمراء كويتني باللي عاد. عدنا والعود أحلى وأغلى مع ضيفة الصديقة والشاعرة والفنانة عائشة بالجيلري. عائشة تتعاطى أقول تتعاطى العمل السينمائي يعني بالموازاة مع الكتابة كسيناريست وكمخرجة، نتحدث قليلا عن هذه التجربة أستاذة عائشة. تجربة في المجال السينمائي من التجارب اللي نحبها بزاف، يعني السينما أعشقها. أنت تعرف أن السينما تستهلك جهد كبير وتستهلك مادة كبيرة. طبعا لو أتيحت لي الفرص أن نقوم كل عمل كل مرة بعمل سينمائي سأفعل. ولكن تعرف أن مشكل تمويل مادي هو اللي يعاقب الإنسان بكثرة، لأن السينما عكس الشعر، الشعر ذاتي، الكاتب يقوم به لحاله، ولكن السينما تطلب جهود كبيرة، يكون فيه ممثلين تقنيين مطورين، يعني تحتاج مصاريف كبيرة باش تقوم بعمل ناجح. وهذا المرة يعني للتو يعني ألهيت تصوير فيلم الثقب اللي إن شاء الله ينال إعجاب الجماهير في مجال السينمائي، أكيد راح يعرض في السينما وإن شاء الله يكون ناجح. وحتى يعني اختيارك يعني اسمحي لي يعني بين قوسين الأستاذة عائشة، يعني حتى اختيارك لبعض الممثلين يعني كان في محله، يعني بعض الأسماء قلت يعني حتى الاختيارك يعني لبعض الممثلين يعني كان في مكانه كان في محله، يعني بعض الأسماء يعني جميلة ولها حضورها يعني المسرحي والسينمائي كمصطفى بوري وك سحاب وبعض الوجوه. يعني بالمناسبة نوجه لكل الممثلين اللي مثل في الثقب تحية حالة والتقنيين والمصورين، ونشكرهم على جهودهم المبذولة صراحة لقضية أوقات رغم صعوبتها، لأنها كانت أوقات رائعة جدا، عرفنا فيها أحباب، عرفنا فيها أصدقاء، تبادلنا خبرات أيضا. فيلم الثقب هو يحكي على متناقضات الحياة، على مجتمع، على قضية الاختطاف وقضية الصراعات الأسرية والخيانة وكذا. وصراحة يعني رغم الظروف ورغم المصاعب إلا أنه صورناه والحمد لله أبهينا. إن شاء الله راح نشارك به في مهرجان بالعباس قريبا بإذن الله، إن شاء الله يكون من الأفلام اللي توضع بصمة، ونحن ننتظر يعني ننتظر مشاهدته يعني بفرح والله. إن شاء الله يا رب، وأكيد الرأي الأول والأخير يكون للمشاهد، لأنه هو الناقد الأول بالدرجة الأولى، ويجو فيه بعده نقاد أكاديميين. أكيد إن شاء الله يكون يعني عمل ما نقولوش ناجح 100%، ولكن قدر نقوله يكون ناجح نسبيا صح، لأنه هذا طموحنا، يعني خدمنا ليل نهار والحمد لله بذلنا جهد كبير في تصويره. نشكر الفنانين اللي صراحة عاونوا وضحوا من وقتهم وجهد الإنسان، واجتمعنا من الجزائر العاصمة أروى مهراوي ليسرى نزالي اللي هما قسمتين جهد الإنسان، من وهران عقيل، من السعيدة عبد الكريم والأستاذ مصطفى والأخت ربيعة اللي كانت فيها الفضل في جمع وعميري العباسية كذلك من الممثلات الرائعات يعني على الخشبة، عميري عباسية وعباسية أيضا الممثلة الرائعة اللي صراحة تعرف تجسيدها للأدوار صراحة أثرت فينا، حتى أنه تكينا على المباشر لما أدت الدور لها حضور قوي على الخشبة. جدا يعني إنسانة صراحة انبهرنا في أدائها، يعني وكأنك تعيش الحدث، حتى وصلنا أنه رانا نصوره ونبكيه صح
لأنه حسينا بالدور اللي إداته. نتمنى لها النجاح إن شاء الله، ونتمنى شي مرة نشوفها على قنوات التلفزيون، لأنه صح تمثل، أنه صح جسد الدور عن قناعة وعن قدرة وعن كفاءة. كانت ضيفتي يوم من الأيام في حصة الضفاف، وقد قلت لها يعني أنك ممثلة يعني شرسة، وبالفعل هي ممثلة شرسة يعني. صح. وشوقتنا للفيلم يا أستاذة عائشة والله. إن شاء الله تشوفوا إن شاء الله ينال إعجابكم ببلا، ونتمنى إن شاء الله تكون في أعمال، ونتمنى أيضا أنه السلطات تلتفت للكفاءات، الشباب اللي عندهم طموح، الشباب اللي عندهم ثقافة وعندهم وعي كبير وحابين يؤديوا شيء ما يخليه بصمة في المجتمع. نتمنى من السلطات أنه توجه لهم هذه الشريحة، تمد لهم يد العون. بالمناسبة أشكر كل السلطات أيضا الأمنية اللي ساعدت في ولاية الإنسان، اللي وجه لهم التحية اللي خلوني ورخصوا لي أنه صور. والحمد لله كانت أيام رائعة صراحة، لو نعاود نرجعوا لها فيها ذكريات جميلة. ونتمنى نجاح لكل فنان، لكل مبدع، لكل شخص طموح حد يصل إلى نقطة ما، نتمنى له النجاح كله. ما في أشلي أنه ليأتنا يجيب الكشف، والإنسان لما يفشل ما راح يقدم حتى شيء لا لذاته ولا للمجتمع. الأستاذة عائشة بالجلال يعني تبقى المدينة، يعني المدينة وأنت كفنانة يعني أدرى، يعني دائما تبقى أقول جزء يؤثث يعني وجودنا ويعلب الذاكرة الحياتية للفنان وحتى يعني للإنسان العادي، كما تبقى هي الجزء المهم والأهم الذي يؤسس لسيرة الوجود الإنساني. فهي يعني المدينة هي الأم الثانية بما تحمله عموما، وهي بالنسبة للفنان هي الملهم بعض الأحيان يعني. ومدينة تلمسان وأنت منها لها خصوصيتها يعني المنفردة عبر التاريخ. الأستاذة عائشة، هل ألهمتك وهل تلهمك هذه المدينة؟ أكيد تلمسان بعرقها وأصالتها ملهمة، ولكن أنا أقولها لك بصراحة، الفنان ملهم لذاته. لأن المدينة مجرد مكان في عدة أماكن، ولكن الملهم الحقيقي لما توجد دعم أسري، لما توجد دعم من المجتمع، من المحيط اللي تعيش فيه. دائما احنا في فن مرتبطين بأشخاص، إما يثبتوه أو يحفزوا، وهذا شيء معروف وبديهي عند كل فنان. في ناس دائما تحب تكسرك، سواء بالذم، سواء بالإهانة. كامرأة مثلا، أنا لما درست المسرح وفي تلمسان احنا معروفين أن المسرح خطيرة يعني. مرة نتذكر أشخاص إيش قالوا لي، عائشة فيها هكذا وفي جدك وتعملي مسرح. يعني عندهم المسرح هو هراء، هو شيء تافه. الثقافة موروثة يعني. محدودية في فكرة الإنسان، ما عندوش فكر أنه هذا المسرح هو روح، هو عطاء، هو حياة أخرى يعني بالنسبة للفنان. لأنه أنا تنوع فكري وثقافي وتنوع في الدراسة، لأنه أنا كنت شريعة ودرست أدب ودرست مسرح، وعندي طموح ندرس شيء آخر مستقبلا ما صرحش به. يعني هذا التنوع في دراساتي هو اللي تم في شخصيتي وخلاني اطلع على ثقافات عديدة، بالإضافة إلى سفرياتي المتعددة واختلاطي بأجناس أخرى، يخليني أو يخلي الفكر بتاعي يتطور وينمو. طبعا. وهذا شيء جميل أنك تأخذ من كل منبع فكرة. الأستاذة عائشة بالجلال، يعني دائما في آخر الحصة يعني نقف عند مقولة أو قول مأثور أو بيت من الشعر. واليوم كان حظك يعني مع الكاتب تولستوي عندما يقول: لا علاقة للنجاح بما تكسبه في الحياة أو بما تنجزه لنفسك، فالنجاح هو ما تفعله للآخرين. أين تقف الأستاذة عائشة بالجلال من هذه المقولة الجميلة؟ صح، النجاح بما تفعله للآخرين، كسبهم وحبهم ليك
وأنك تتفاعل معهم، هذا هو الحب وهذا هو الكنز الحقيقي. دائما لما تكون مرتبطة بالمجتمع يكون فيها عطاء فكري، عطاء مادي، فيه عطاء خيري، فيه عطاء روحاني، هذه الأشياء تخليك محبوب عند الناس، تخلي كيف نقول لك وصلة بينك وبين الأطراف الآخرين. يعني لازم دائما تكون إنسان طيب، إنسان تخلي أثر، لأن الإنسان اللي يخلي أثر في نفوس الآخرين واحد يدعيلك، واحد يساعدك، واحد يشجعك، هذا كنز كبير بالنسبة لي. هذا هو الإبداع الحقيقي. الإبداع الحقيقي أنك طيب خاطر الناس، أكيد وطيب الخاطر ما يكونش في كل الأمور، ولكن أنا نقصد من ناحية التعامل، أنك تتعامل بطيبة، برفق، تعامل الفنان الحقيقي اللي قلبه معمر بالحب، اللي قلبه فيه حنان، اللي قلبه فيه ود، فيه رحمة، هذا هو الفنان الحقيقي، هذا هو الفنان الناجح اللي يحاول يكسب أكبر قدر ممكن من الناس ويكون بيناتهم مودة ورحمة ومساعدة ودعم. أكيد وهذا الشيء اللي دائما أحاول أني أقدمه سواء في المجتمع تاعي أو في الأسرة تاعي أو في تعاملاتي اليومية مع كل الأطياف من المجتمع، بالإضافة إلى أني أدرس شريحة من المجتمع اللي هي شريحة المعاقين، هذه الشريحة اللي تحتاج حب، أكيد حنان وأثرية وقتنا معهم في العمل. يعني لنجهزهم تحية كبيرة لكل عمال مركز المعاقين الحركيين عندي في ولاية الإنسان، لكل أطفالي هناك لهم تلامذتي، لكلهم إن شاء الله بنا مزيد من النجاح، مزيد من التفوق إن شاء الله. ونشكركم ثم إذاعة سعيدة على هذه الفرصة المتاحة لي أني نتعرف عليكم وأن يكون ضمن ضيوفكم إن شاء الله تتجدد هذه اللقاءات أكيد. وبالحب يعني دائما الأستاذة عائشة تستمر الحياة أكيد. الشاعرة والصديقة والفنانة عائشة بالجلالي، والله والله وبصدق يعني الحديث معك يعني مفرح وجميل، وهو كذلك يتسلل يعني تسلل دافئا وعامرا بالصدق الشعري وبالمحبة والشعر والشعور الجميل. كان بودي عائشة أن أتعمق كثيرا معك لولا أن كرباج الوقت يعني يسلط يعني ضرباته على هذه الحصة. هل من كلمة نوقع بها هذا اللقاء الجميل معك أستاذة عائشة؟ الكلمة التي أقولها في الأخير أشكركم جزيل الشكر، ونقول لكم رياح قلبي موجوعة في ناياتي، وفي عيوني احتراق الروايات، فكيف أخفي ما يرويه نبض بني ولوعة روحي الحامي وأهاتي. شكرا لك أستاذي الكريم على هذه الجلسة الطيبة والمشوقة جدا، شكرا لناس السعيدة، شكرا للإذاعة إذاعة السعيدة، إن شاء الله يكون في لقاءات وأعمال جديدة وفي لقاء مستمر ودائم لمعاكم. والفنانين أيضا نوجه لهم كل تحية، ونوجه تحية لكل فنان حب يوصل وينجح، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى الصديقة السلام. وبهذه التحويمة المبدعة وهذا التسامي المعرفي الذي حملتنا إلى سمواته هي الصديقة الشاعرة والمبدعة والفنانة عائشة بالجلالي، عبر حضورها الذي أسس هذا اللقاء بجميل القول وثراء السيرة وانتصار الكلمة الصادقة، أقول لها شكرا، شكرا صديقتي على تلبيتك لدعوتي ودعوة الضفاف التي تزينت بدهشة هذا اللقاء وبسحر الحضور العارف. سعدت بك وأسعد دائما، كما أتمنى أن ألقاك في لقاءات لاحقة بإذن الله. Thank you.
كانت هذه ضفاف ثقافية. أنا الأخضر بختي أحييكم كما يحييكم الجميل الربيع وراء العارضة التقنية. شكرا شكرا لمن تابع وتتبع واستمع واستمتع، والسلام كل السلام على من مر علينا بسلام وعلى المحبة. نلتقي.